تنقلنا رفقة مصالح الأمن ومصالح الحماية المدنية عين المكان. تم إخراج العائلات من العمارة وإبعادهم عن الخطر المحدق اللي كان لحياتهم. شهدت هذه العمارة عدة انهيارات متتالية. السلطات الولائية تكفلت كان ما ممكن سيد الوالي يتنقل إلى عين المكان حيث عين مخلفات هذا الحادث اللي الحمد لله ما خلف ولا ما نجر عليه حتى خسائر بشرية. وكذلك كانت فرصة أنه اطمأن على صحة العائلات وأولادهم وكانت التقى بهم وبلغهم بتكفل السلطات المحلية بحالاتهم وهو ما سنقوم بهم ابتداء من الليلة هذه إن شاء الله. تسمعنا سلسلة ضربة خويا وهذه السيمانة طحيت فيها بريمير إيطاج. رحنا علمنا البومبيو كتر خيرهم جاو شافوا منا صوروا منا قال لك خويا لقي ديروا دوموند في الأمير عبد القادر لا ديريكسيون كبيرة باطيما راه مشات عين طاحت هذا بلاطو راه في الريسك خويا. السلطات خويا دفعنا دوموند حنايا السلطات جاو البومبيا جاو والعون الحماية المدنية هما اللي جاو الولا اللي قاعدين هنا.